السلام عليكم جريد 8، كيفكم وشو اخباركم؟ ان شاء الله تكون اموركم بخير حبيباتي. نحن بعدنا بتشابتر 1 اللي هو ذا اميون ريسبونس. نحن بالاسبوع السادس والسابع انا جمعت للاس ال بي باكتيفيتي 4 سبيسيفيك اميون ريسبونس على الكتب اللي هي معنا صفحه 2021. هلا زي ما تعودنا نحن بكون عندنا هوم ورك، فبنحلها قبل ما نبلش. هذا عن تشابتر اللي قبل، على الاكتيفيتي اللي قبل. كان الاكسرسايز نمبر 1 انه pick out from the document the natural barriers of the body. هي قدامنا، موجودين قدامنا حتى على الدوكيومنت الموجودين عندنا بالكتاب. هلا في ناس كتير عم بيسالوني مس احنا الرسمات كيف بدنا نقولن؟ ولا شيء، اكتبوا number of the document وانتم اكتبوا الشرح اللي انا بشرحه. فشو الجواب؟ نطلع على الرسمه، عندنا السكن، gastric juice، tear، nasal secretion، urinary stream، mucose، ciliated cells. عندنا exercise number 2 اللي هو pick out from the above text the sign of the inflammatory reaction. go يعني انتوا بدك ترجعوا للشرح اللي احنا حكيناه، فما علينا غير بس نعملن pick out، نشيلن اللي هي redness and heat، pain يعني due to stimulation of the skin nerve، وswallowing or edema. هلا هدول الاسئله هذا الاسبوع كانوا كتير هينين، خصوصا انه احنا بدنا نرجع للي قبل، يعني للي معلومات اللي قبل، بس مجرد انه احنا نشيلن. نمبر 3، اكسرسايز نمبر 3، نيم ذا سيلز اوف ذا اميون سيستم ذات ميك فاجوسايتوسيس. صرنا نعرفن انه هن اللي نون سبيسيفيك، اللي هن ما بميزوا ذا ايدنتيتي اوف ذا مايكروبس، اللي هو المونوسايد اللي هي تشينج تو ذا ماكروفاج والجرانيلوسايد. نمبر 2 عنا list the step of the phagocytosis. احنا بدنا نترتبن، بدنا نعمل list وبدنا نرتب الترتيب. اول وحده approach، adherence، engulfment، digestion. كل اللي انا شرحتهم بالتفصيل والشرح واضح قدامكم. هلا اخر واحد عم بقولنا phagocytosis is a type of the non-specific immune response. شو السبب؟ يعني احنا بدنا نوضح justify شو السبب. phagocytosis is type of the non-specific. قلنا عنا ان هني هدول المونوسايد والماكروفاج والجرانيلوسايد ما بيميزوا شو طبيعة الميكروب اللي عنا اياه. فعشان هيك since it doesn't depends on the type of the microbes، ما بيميز الايدنتي تاعيتها، فبيعمل engulfment وبيعمل digest للميكروب اللي قدام بدون ما يشوف اي هوية له. هلا خلينا احنا نبلش بدرسنا الجديد. في عنا مجموعة من زي ما اتفقنا الاوبجكتيف، عنا اهداف عشان احنا توصلنا بهذا الدرس، بنرتبن، بنحط الافكار قدامنا عشان احنا يوصل المعلومة باسهل طريقة ممكنة، بنحط الدفاتر قدامنا عشان احنا يكون شغلنا مرتب. classify the specific immune response into cell mediated and humoral. indicate the condition for graft rejection. طبعا رح نيجي لنقطة نقطة ونوضحها. define humoral immune response. indicate the condition for the success or the failure of the blood transfusion. قبل ما نبلش بالتفاصيل ونفوت احنا بالتفاصيل، احنا لازم نتذكر انه احنا كنا عم نشتغل قبل الدرس بالنون سبيسيفيك، حكينا عنه والفاجوسايتوسيس والانفلاماتوري رياكشن، وحكينا عن نيتشر البارير. اليوم بدنا ندخل بتفاصيل اكثر عن درسنا اللي هو سبيسيفيك اميون ريسبونس. بالاول شو معنى سبيسيفيك؟ اهم شيء تعرفه بالسبيسيفيك انه هو بيميز الايدنتي اوف ذا انترودر. مين الانترودر؟ انا قصدي عليه النون سيلف. النون سيلف يعني مين قصدي عليه؟ يعني المايكروبس، البكتيريا، الفيروسز، يعني اللي هن الاعداء، يعني هن اللي بيعملوا مرض للجسم. فشو تعريف specific؟ refer to the immune response that is customized to intruder identity. اهم شيء اهم شيء بده يميز النون سيلف اللي عندنا اياه او الفورين بادي اللي عندنا اياه. specific immune response احنا اليوم بدنا نحكي عن اثنين اللي هن الهيومورال والسيل ميديتد. طيب بالاول انا بدي تفهموا شغله،
احنا كنا حكينا انه النون سبيسيفيك اميون ريسبونس هو جهاز المناعه الاول. طبعا انتم بتعرفوا انه جهاز المناعه الاول اللي بيمنع اي دخول انترودر عليه هو الناتشرال بارير. ناتشرال بارير بان صار وهذا الناتشرال بارير قدر البكتيريا يتعدى اول خط دفاع اللي هو ناتشرال بارير زي السكين واليورين ستريم وغيره وغيرتانا، اول خط دفاع بتتصدى له هو النون سبيسيفيك اميون ريسبونس اللي هو مين هن السيلز المسؤولين عن المونوسايت والماكروفاج. المونوسايت طبعا بتحول الماكروفاج والجرانيولوسايت هن النون سبيسيفيك بيهجموا اول خط دفاع بدافع عن الجسم بغض النظر عن طبيعه الانترودر اللي داخل. اذا ما قدر النون سبيسيفيك يحل المشكله او يموت البكتيريا او يساعد الجسم ساعتها بتدخل السبيسيفيك. السبيسيفيك اللي هو سكند لاين اوف ديفنس. مين هو سبيسيفيك اميون ريسبونس؟ مين ان هدول الاثنين؟ يعني مين ان هدول سبيسيفيك اميون ريسبونس؟ احنا قسمناه لاثنين رح نحكي عنهم، السيل ميديتد والهيومورال. يعني رح نعرف مين السيلز المسؤوله عنا بالسيل ميديتد ومين الهيومورال، طبعا الميكانيزم وكل الامور وكل التفاصيل. هلا رح نحكي بالتفاصيل الممله عن السيل ميدييتد سبيسيفيك اميون ريسبونس. اول شيء بدي اياه تعرفوه بهذا الخط الدفاع هو بتدخل بموضوع الجرافت، جرافت ريجكشن. هلا الجرافت ريجكشن احنا اخذناها باول بارت وثاني بارت، يعني باول السنه احنا اخذناه. بالاول تعال نراجع شو معنات الجرافت. الجرافت هي ترانسفيرينج اوف تيشو اور اورجان فروم سايت تو انذر in the same individual او in different individual. هلا اتفقنا كمان انه انا وياكو الاكسبشن والريجكشن للجرافت due to the HLA اللي human leukocyte antigen. طيب عال، واخذنا كمان انه في عنا احنا type of the graft حدا بيقبل accepted وحدا بيرفض. عداكو عن ال HLA، جهاز ال HLA بتدخل السيل ميدييتد سبيسيفيك اميون ريسبونس اللي هو بأمرت التي لمفوسايتس، يعني المسؤول السيلز المسؤولة عن الجرافت ان تنقبل ريجكتد او اكسبتد التي لمفوسايت، يعني اللي بتتمثل بالسيل ميدييتد سبيسيفيك اميون ريسبونس. هلا تعالوا نتذكر كمان شو عم بصير بالتايب اوف ذا جرافت. بالاوتو بالايزو كانت الجرافت اكسبتد، اما بالالو ريجكتد. هلا عداكو قلنا احنا غير جيش ال اتش ال اي اللي بتدخل، في عندي جيش للتي لمفوسايت هو بتدخل وبحط ايده بهالموضوع. هلا تعال نسال حالنا شويه اسئله. هاو داز ذا بودي ريجكت الوجرافت؟ كيف باي طريقه؟ هاو داز يعني كيف الطريقه اللي بيقتل، كيف اللي الطريقه اللي بيرفض هذا الجسم او هاي الخلايا او هذا الاورجان. How does cell-mediated specific immune response take place؟ هاي الطريقة رح أشرح لكم إياها بعد هاي السلايد. إجينا هلأ ولنعرف إنه cell-mediated specific immune response بتتدخل بالجرافت ريجكشن طبعاً بأمرة حدا اسمه تي لمفوسايت. انتو كنتوا تعرفوا تي لمفوسايت هي نوع من لمفوسايت النيوكليس اللي إلها سيركل وبتقتل بطريقة الكيلر. طيب to answer the above question we must indicate the name of the cell responsible of the graft rejection. مين هي تي لمفوسايت؟ كيف بتقتل؟ the cells that are main responsible for graft rejection هي تي لمفوسايت. تي لمفوسايت are the major effectors of the graft rejection. يعني عداكم عن ال HLA system of the HLA كمان بحط ايده بهالموضوع التي لمفوسايت. عشان هيك الناس اللي بيعملوا زرع بقولوا اهم شيء اهم شيء بقعدوا بيشتغلوا على المناعه اللي إلن عشان ينيموها. بس هي اول فتره بتكون المناعه عندهم نايمه، بعدين بصيروا يدخلون اياها شوي شوي عشان تقدر الجسم يتقبل هاي السيلز او هذا الاورجان او لا. which is therefore cell mediated specific immune response. يعني اللي مسؤول عن السيل mediated immune response هو مين؟ هو التي لمفوسايتس. اجينا على الطريقة، كيف الطريقة اللي بتعملها التي لمفوسايتس لتنا تقبل الجرافت أو ترفضه؟ How do T lymphocytes attack the foreign graft cell؟ شو اللي بتعمله بالضبط؟ زي ما شايفين على الرسمة،
هاي الكيلر سيل تي لمفوسايتس، يعني هاي شكلها. شايفين احنا اتفقنا انه تي لمفوسايتس هاي شكلها، النيوكليس اللي بقلبها سيركل. التارجت سيل يعني هاي السيل اللي بدها تستهدفها عشان تقتلها او تحمي الجسم ضدها او تقبل الجرافت او لا. شو بتعمل؟ شايفين احنا قلنا كيلر سيل، بتيجي السيل بحد ذاتها قريبه من السيل زي التارجت سيل، بتعمل لها ادهيرنج زي بتعمل لها كيس، يعني بتعملها زي بتبوسها، بتقرب عليها كتير. شو بتعمل لما تعمل هاي العملية؟ بترجع بتحط عنا بقلب التارجت سيل نوع من السم لتقتلها وتخلص منها. هاي بحالة الجرافت ريجكشن. طيب خلينا نشوف لكان how do T lymphocytes attack the foreign graft. T lymphocytes move toward the foreign graft cell، بتقرب عليها زي ما قلنا، قربت عليها فقام قربت عليها بطريقة انه كتير لزقت فيها. Then T lymphocytes adhere، adhere معناتها التصقت فيها. To the membrane of the foreign cell، اتفقنا ماشي. Finally شو اللي بتعمله؟ كيف بتقتلها؟ T lymphocytes perforate the graft cell، بتخزقها وبتحط فيها سم لتموت بالكامل. عشان هيك انا بقول killer T cell، this is called a killer kiss، يعني القبل القاتل. هيك بتقتل، هاي الطريقة اللي بتقتل فيها او بتعمل rejection of graft اللي هو عنا اياته. هلأ لنركز الفكرة، خلينا نعمل solved exercise عن هاي الفكرة. قال عطول عطول انا لما اجيلكم سيل ميدييتد او سؤال عن تي لمفوسايتس بجيب بخلطن بالجرافت. يعني انا بدي تفهموا هاي الفكرة، تي لمفوسايتس سيل ميدييتد ملاز على فكرة الجرافت، كتير بخلطن مع بعض. زي ما شايفين عندي experiment first و second و third. donor يعني معناته المتبرع، recipient يعني معناته المتلقي. شو عم بقول انا؟ في عندي 3 رابط سميتن A و B و C، اتفقنا حبيباتي؟ الريزلت اللي عندي اياه هي بتنفعني طبعا، انتو بتعرفوا بالانالايز. شو عملنا عشان تشوفوا انتو؟ الدونر A اعطى الريسيبينت B ام الريزلت عندي ريجكتد، ال A اعطى C كمان ريجكتد، ال B اعطى C ريجكتد. خلينا نيجي على الاسئله. define donor and the recipient، عطول بجيب لكم اياها بوشكم بالامتحان. شو معنى الدونر؟ a person who gives the graft، المتبرع. recipient is a person who receives the graft، يعني متلقي. طيب عال السؤال الثاني، explain the result in the three experiment. طب ليش عم بطلع معي بالريزلت rejected rejected؟ اشرحوا لي ليه، انا بدي افهم ليه. Since the cell of the donor and the recipients are different، مختلفين عن بعض، يعني كلام تاني ال HLA عندي مختلفين. Then all the results are rejected، مين اللي تدخل بهذا الموضوع؟ التي لمفوسايتس عشان تقضي عليها وعشان ما تقبل الجرافت، لأنه طبعا بكون بيأذي الجسم. بعدنا بالسؤال نمبر 1 اللي هو سول، بس عنده أفرع تانية تالت. indicate the type of the immune response in this exercise، عطول لما تشوفوا graft وأنا عم بسأل على immune response، specific immune response، بتقولوا cell mediated specific immune response، يعني ما بتتوهوا. الرابع name the cells that make defense، مين السيلز اللي بتتدخل، مين السيلز اللي بتقتل، مين هي الكيلر سيلز، مين هي الكيلر كيس. T lymphocytes mediated specific immune response. خلينا نفوت هلا بالهيومورال specific immune response حبيباتي. يعني انا بقى عطول عطول قبل ما نبلش باي فكره خلينا نسال حالنا بعض الاسئله لتتوضح الفكره شوي قدامنا. الهيومورال specific immune response كل الحكي راح نحكيه عن البلد ترانسفيوجن. عم بقول لي انا هذا الهيومور، هذا جهاز السبيسيفيك immune response اللي هو تاع الهيومورال بتدخل بشكل اساسي بالمناعه اللي بتخص البلد جروب. راح افوت بالتفاصيل شوي بس خلينا نسال حالنا شويه اسئله. What are the possible human blood group؟ شو في عند الناس blood group؟ يعني شو فئات دم الناس بشكل عام؟ كتيرة؟ شو هني؟ 100 1000؟ خلينا هلا منشوف. Why can human receive a specific type of the blood group and reject another؟ ليه مثلا انتو بتسمعوا مرات فلان بحاجة الى دم، ليه ما بتزبط الا فئة الدم اللي عنده؟ ليه ما اي دم والسلام؟ هذا بدنا نفهمه اليوم، بدنا نفهم السبب ليه. طيب ليه مثلا اذا خربط حدا بياخد فئة دم مختلفة بموت؟
دغري بموت كمان. What is or are the blood group that can be given to each individual؟ هذا كله يا حبيبتي رح نعرف الـ success الـ failure الـ blood group كل رجعين عليه نشرحهم بالتفصيل. هلأ بدنا نعرف أول شيء شو معنات humoral immune specific immune response. هلأ زمان كانوا humoral الاسم الأولاني أنا عم بحكي humor هي معناتها بلازما. ليه عم نحكي عن هذا الشيء؟ ما هي مسؤولتين أنت عم نحكي بدنا نحكي عن blood groups. طبعا من blood group موجودة بالبلازما مخلوطين مع بعض، بس الجسم هو اللي بفرقها عن بعض. related to the humors an old name for plasma. الاسم الاولاني الاسم الاولاني هو اسم قديم للبلازما كان يسموه هيك. and then the humoral specific immune response is related to the rejection او exception of the blood transfusion. اتفقنا؟ يعني انا عم بحكي شو معناتها بالضبط. the cells that are responsible in this case يعني بهاي الحالة مين المسؤول؟ البي لمفوسايتس. ايوه البي لمفوسايتس اللي احنا بنتذكر ان هي شكلها سيركل دائرة، النيوكليس اللي إله كمان سيركل وكبير. كان أهم وظيفة إله إنه يفرز أنتيبادي، فعشان هذا الشيء هو بتدخل بشكل أساسي بالبلاد ترانسفيوجن. هلأ خلينا نحكي تفصيل تفصيل لنوصل ليه حدا بيقبل وحدا ما بيقبل فئة دمه. يعني مثلا إذا كان A positive ما لازم يكون في يعطيه إلا فئات محددة. بالأول أنا بدي تعرفوا مين هن فئات الدم الموجودين بالدنيا. أول واحدة A إن كان positive أو negative، البي اللي هي كمان positive أو negative، الA B هي positive أو negative، والO اللي هي كمان positive أو negative. The blood group are determined by ABO لبول ABO system بخسروها. The possible human blood groups are shown in the following documents. يعني معناته أنا في عندي أربع فئات مقسمين على positive أو negative. هلأ فكرة positive أو negative رح أفسركوا إياها بإكسبرمنت أنا كنت بدي أعملكوا إياها بالصف، فرح أعملها إن شاء الله وأبعتلكوا إياها فيديو لحال. هلأ خلينا نفوت على التفاصيل تعيد blood group. هلا انا كل اللي بدي اياه تعرفوه كل كيف عمليه الفيلير وعمليه السكسس اوف ذا بلاد ترانسفيوجن من شخص للتاني، انا بدنا هون نركز على هاي التيبل الموجوده، هي حتى موجوده بكتبنا لنعرف شو اللي عم بيصير بالضبط. هلا في عنا احنا حبيباتي جسمين بجسمنا حسب الجروبات اللي عنا. يعني اذا انت عندك بلاد جروب اي عندك جسمين بقلب جسمك. اول واحدة اجلوتينيجنز. اجلوتينيجنز هو يعني قصدي الانتيجين، انتيجين تاع السلف. هيك مثلا مثلوه بشكل مثلث، شكل على السيرفس اوف ذا بلاد جروب مثلث. عشان ما يصير احنا البلاد يختلط الموضوع على البي لمفوسايت الموجودة عنا، الله خلقنا شغلة تاني مختلفة عنا اللي هي اجلوتينين، يعني الانتي بادي اللي بقلب الجسم السلف عشان ما تميز البلاد جروب بتاعيتها. فشايفين الشكل اللي عنا اياته هون انتي بادي بي مختلف عن الانتي عن الانتيجينز تاعيتها. يعني الاجلوتينيجينز ممبرين مولكيول اوف ذا ريد بلاد سيلز ذات ديتيرمين ذا بلاد جروب. يعني كل حدا عنده انتيجينز خاصه فيه سيلف لتميز البلاد جروب تاعيته. طبعا البي لمفوسايتس ما يميزه وما يقتله وما يعمل سيلف كيلر، الله سبحانه وتعالى بخلق ان انتي بادي مختلفين عنا كليا عشان ما يعمل بايندينج. طيب خلينا نشوف بالبي، طلعوا بالبي عنده انتيجينز بي على السيرفس مثلها بترى بشكل سيركل. الانتي بادي عشان ما تتعرف عليها رح تكون بعكسها ايه سماها. هلا اي بي لانه الشخص اللي بكون عنده بلاد جروب اي بي ما بكون عنده انتي بادي، لانه اذا كان في عنده انتي بادي بي او انتي بادي اي بدي يتعرف على السيرفس اوف ذا بدي يتعرف على الانتيجنز اي بي. هلا بنيجي عند الاو بلاد جروب او، اللي عنده بلاد جروب او ما عنده انتيجنز على السيرفس، ما في مكتوب نان ما عنده، بس عشان البلاد عشان بقلب جسمه في عنده انتي بادي، عنده انتي بادي اي وعنده انتي بادي بي. عشان هيك احنا رح نكتب اخر شيء بالسمري البلاد جروب او هو يونيفرسال دونر. دونر يعني هو بيعطي. اما الاي بي هو يونيفرسال ريسيبيانت يعني متلقي عالمي. اتفقنا؟
هلا خلينا نرجع للاجلوتينين اجلوتينيجنز شو معناها. هي ممبرين مولكيول اوف ذا ريد بلاد سيلز ذات ديتيرمين ذا بلاد جروب، هي بتعطينا فئه الدم. اجلوتينين اللي هو انتي بودي ذات بايند تو ذا اجلوتينيجنز اند اجلوتينيت ريد بلاد بودي، يعني هي اللي بتعلق عليها او بتعملنا بتسبب لنا الفيلير او السكسس اوف ذا بلاد ترانسفيوجن. خلينا نفوت بتفصيل واحد واحد، يعني عشان احنا ما نكون مخربطين خلينا نفوت بتفصيل واحد واحد. individual of the blood group A has antigen A، هي على الرسمة called agglutinogens on their red blood cell surface. بس شو عنده عشان ما يعلق عليه؟ شي عنده بعكسه antibody B agglutinin سموه. رح نيجي على blood group B، يعني نطلع على الرسمة ونطلع على الشرح، عنده أنتيجين A B وعنده أنتيبادي A بعكسه. هلأ individual of the blood A B شو عنده؟ أنتيجين A B no antibody. أما الindividual اللي عنده O عنده no agglutinins، يعني no antigens، عنده anti A وanti B. يعني هاي السلايس اللي انتو شايفينها بمنتهى الاهمية، يعني اذا عرفناها وحطيناها براسنا. في ناس يمس بقولولي نحفظ، انا ما بحب حدا يحفظ، انا بحب يفهم. بنفهم ام نعرف نعبر عن السؤال؟ اللي بيعرف هاي الرولز، بيعرف الرولز of the blood transfusion صح، رح يعرف يجاوب على اي سؤال بالعالم كله شو ما يكون شكله، شو ما كان خربطته. شو عم بقول؟ If the agglutinogens يعني الانتيجين of the donor and the agglutinin اللي هي الانتيبادي of the recipients، donor قلنا الواهب اللي بيعطي والrecipient هو المتلقي، have the same shape، shape يعني قصدي antigens and antibody يعني زي A، هون عندي A، شو عم بيصير؟ بيصير binding agglutination blood transfusion is rejected. شو يعني rejected يا ميس؟ يعني معناته بهذا الشكل هيك جمعوا على بعض. رح افرجيكم اياها باكسبيرمنت رح اعملها قدامكم، كنت حابه اعملها بالصف. هيك بجمع الدم، يعني معناته غلط. اما if the agglutinogen يعني الانتيجنز of the donor اللي هو بيعطي and the agglutinin هو الانتيبادي اللي هو of the recipients اللي متلقي have different، يعني اذا هاي مثلا اذا هاي A الثانية B ما بزبطوا، يعني ما بعلقوا مع بعض، معناته no binding no agglutination blood transfusion is accepted. هيك شكله، ورح يبين كمان معنا بالاكسبيرمنت رح اعملكم اياه. هيك انا بدي منكم نكتبها، نحطها براسنا، نفهمها كتير منيح لنعرف نجاوب على الاسئله. هاي اكزامبل يعني عمنا على الكتب عندنا موجوده، بس يعني بتوضح البلاد ترانسفيوجن ان كانت ريجكتد يعني رفضت. بلاد ترانسفيوجن از ريجكتد وين ذا اجلوتينز اجلوتينز الانتيجنز اوف ذا دونر، شايفين انا برجع للرول بوينت تو ذا اجلوتينين الانتي بودي اوف ذا ريسيبيانت. فور اكزامبل اف ذا بيرسون اوف ذا بلاد جروب اي دونيت تو ذا بيرسون اوف ذا بلاد جروب بي، يعني اي اجى بده يعطي بي هو فئه دمه، ذس ويل كوز اجلوتينيشن of the blood and would lead to the serious and sometime fetal fetus، يعني معناتها مميت rejection. شو اللي بيصير بالضبط؟ مش A بدي يعطي B؟ طب ما ها ال A عنده الانتيجنز اللي على السيرفيس طلع شكله مثلث، هي هيك موجودة. طيب اذا اعطي ال B، طب ما ال B شو عنده؟ عنده antibody A بدها تعلق فيها، معناته هذا الشيء غلط غلط غلط، يعني بصير في عندي ريجكشن، انا بصير عندي بايندينج، بصير عندي اجلوتينيشن، معناته then the rejection of the blood transfusion is due to the plasma of the antibody. كمشتها ميزتها it is therefore a humoral specific immune response. blood reject blood transfusion على طول بنحط براسنا B lymphocytes blood transfusion، على طول السؤال بكون هيك. هلا يا شاطرين يا حلوين خلينا نعمل سؤال عشان يعلق براسنا، يعني ما معقول نعمل سولت اكسرسايز يعلق براسنا. A person has a blood group A، يعني he wants to donate، شوف انتبهوا على الكلام، A بده يعمل دونيت يعني هو اللي بده يعطي عشان نعرف نحل. A person has a blood group
بي بده يعطي لشخص عنده بلاد جروب بي، اتفقنا؟ يعني ايه بده يعطي بي؟ انتبه على الكلام، ما بعطيه على طول واضح. انتي كيف دونور ارض الريسيبيانس؟ مين الدونر يا حلوين؟ ايوه برافو. مين الريسيبيانس؟ بي، صحيح. نقرا الجمله منيح لنعرف نجاوب. Is this blood transfusion accepted or rejected? Justify. هل هاي العملية اللي قدامي rejected أو accepted؟ طبعا rejected. طب ما ها إذا طلعت على الانتيجين تعيت الـA، ما عنده A، والانتيبادي تعيت الريسيبيانس، ما بدين يعلقوا مع بعض بيعملوا binding. قبل شوي حكيناها rejected because antigens of A of the donor and the agglutinins antibody للanti-A of the recipients have the same shape. Binding, agglutination, blood transfusion is rejected. بالآخر في عندي summary أنا، يعني بتلخص كل الأمور. عم بقول لي human of the blood group اللي هي بقول عنها O are called universal donor since they have the no agglutinations، يعني ما عنده على سطحها. رح ابعتلك كمان فيديو بوضح كيف الترانسفيوجن من حدا لحدا بتتم العملية بطريقة صح. هلأ الهيومن اوف ذا بلاد جروب اي بي ار كولد يونيفرسال ريسيبيانتس سينس ذي هاف نو اجلوتينين يعني انتي بودي ان ذا بلازما. بي لمفوسايتس برودوس انتي بودي ذن بي لمفوسايتس ار ريسبونسبل فور ذا هيومن سبيسيفيك اميون ريسبونس. الله يعطيكم العافية شباب وصبايا. في عنا 2 هومورك نحنا محددين كل وقت لوينتا بنقرأ كتير منيح بنتطلع قدامنا عنا بسيطين كتير ما بدنا أي مساعدة بس نسمع الشرح كتير منيح بنتطلع على النص وعلى الرسمة لنعرف نجاوب. كمان نفس الشي عند السؤال الثاني بنقرأ النص كتير منيح على الأسئلة لنعرف نجاوب عليه. شباب وصبايا كل التامن نحضر الفيديوز نبعت للبي والسي والاف لإلي باقي الشعب للتيتشر دينا فبنقرأ بنسمع الشرح كتير منيح ما بنتردد لأي سؤال والله يعطيكم العافية.